السلام عليكم، شو اخباركم؟ كي دايره؟ لاباس عليكم. نتسالي بكم اليوم شويه. جيت البازار اللي كنت خدام فيه هذه شحال هذه، بازار توريستيك فيها بزاف حويجات ما يتشافوا. بصح اليوم انا غادي نديكم جهه ديال القلعه. هذه القلعه عندها واحد المكانه تاريخيه، لحقاش السلطان القانوني اللي شفتوه في حريم السلطان هو اللي بناها في الوقت اللي كانت كاينه حرب ما بينه وما بين اليونان. ملي بغى يدي اليونان، حيت مرمرز قريبه بزاف اليونان، شنو دار؟ بنا القلعه ديال مرمرز باش من تما يبقى يحضي العدو. نتسري بكم شي شويه، الزنيقات صغيورين هكا الزرق، الناس ديال الشاون، الناس ديال الشمال ديال المغرب، غيجيو هادشي غيجيو هادشي كيشبه لديك الجهه اللي تما، المدن الزرقاء. بلجيوم بلجيوم كيسولهم منين نتوما؟ كاع المدن قالوها ليه، قالوها ليه في الاخر قال لهم انتم اسرائيليين، وهو يغوت وقالوا لا راه ماشي اسرائيليين. الله زيد السلام معكم الاصدقاء، زيد السلام معكم شي شويه، طلعوا نطلعوا ما حد فينا واصلين كاع. شوفوا عزيز عليا انا هاد المناظر القديمه هكا، رائعه، شي حاجه اللي رائعه. هي صراحه مرمر زوينه بزاف، يعني ما شاء الله زوينه زوينه بزاف. شنو هي؟ مدينه سياحيه، مدينه سياحيه اللي عيشه فيها شويه كتكون غاليه، وخصها الخدمه على طول العام على داكشي. كان عندي ريستورون دايرينهم في هاد الجوايع، الناس توريست كلهم كيجيو يصوروا. وصلنا الاصدقاء، وصلنا ما شاء الله ما شاء الله، حاجه والله ما عرفت واش مسدوده ولا مفتوحه. دابا غادي نمشيو ونشوفو واش مفتوحه ولا لا. شي حاجه اللي رائعه رائعه صراحه. معايا اليوم ما ندخلوش مره اخرى ان شاء الله اصدقاء. المهم انا نوريكم جوايه اللي من هنا، رائعه، شي حاجه اللي رائعه ما شاء الله سبحان الرحمن. الموسم السياحي بدا مرمرز، كذلك تشوفوا كل انواع السياح كاين هنا من كل بقاع العالم. هنا الاصدقاء يكونوا خرجنا من الجهه ديال القلعه، غادي نمشيو للجهه ديال البحر. البحر محيط ما شاء الله، محاط بالبازار كله. الناس اللي مازال ما زاروش مرمرز راه زعما شي مدينه اللي تستاهل ان الواحد يجي ليها. الناس اللي زاروها انا متاكده من بعد ما يشوفوا هذا الفيديو يقول لك الله الله الا توحشنا. Thank you.
انا مع الكورونا راه مو انا في الدار، انا حسيت راسي بلي توحشت هاد الجو هنا، هاد الاجواء. يعني اللي ساكن في مدينه بحال مرمرز نورمالمون خصو يكون تسرى مزيان، ما كنخرجش من الدار. مرمرز الصراحه فيها ما يتشاف ما شاء الله، زوينه زوينه بزاف. يعني اي واحد فكر يعني باغي يجي لتركيا وما عارفش منين يبدا كنصحو مرمرز. ديجا مرمرز ما فيهاش بروبليم ديال الترونسبور، كتجي كتحط في هذا قريب البازار وتسير مع راسك، تكري لك طوموبيل وتسير مع راسك. يعني الجبل والغابه والبحر جمعت في مدينه واحده ما شاء الله. القلعة ديالنا كتبان من هنا، يا سلام يا سلام، عالم آخر عالم آخر. شي حاجه واعره واعره واعره، الناس اللي عمرهم ما شافوا لي اختان قرب، شي حاجه اللي زعما واو واو واو. هذا مولاها امريكي، الاخر تركي وانجليزي، كل مختلفين. دابا حنا داخلين مارينا. شو بزاف كافي دنيا سيدي لما خوردا هاينا هاتي يوري لما شو بزاف حنا هنايا في مارينا. الناس اللي سبقوا جاوا معنا هنا راه يكونوا موحشين دابا ملي يشوفوا الفيديو. ياك رجاء ياك وفاء، مرة أخرى إن شاء الله. لي ماكيزان اللي كاينين في مارينا كيما الحل المارينا اللي كاين في العالم كامل كيكونوا ديماغ كيكونوا غاليين. الناس اللي شوية كلاس
نريد ندخلو. كمان راه تبدلت شويه، راه مده طويله اللي ما جيتش، تبدلات شويه. حتى المحلات اللي كاين هنا كتحسهم كلاس، كتحسهم النيفو ديالهم عالي. بيان سور لي بري ديالهم حتى هما. كذلك كاين مخارج بزاف اللي كتخرج للبحر. مارينا طويلة بزاف الاصدقاء ما شاء الله، غير شنو هو انا ما عنديش وقت باش غادي نمشي ليها كامله ونصور كل شيء. كنحاول نصور لكم لهنا الا بان لكم شي حاجه، الا بان لكم شي حاجه. او ما شاء الله سبحان الله، يعني شي حاجه اللي فريمون كلاس. نتمنى كاع الناس اللي باغا تشوف مارماريس تكون خدات شي فكره من هذا الفيديو الصغير، والمره الجايه ان شاء الله نحاولوا اننا ندخلوا القلعه من الداخل باسكو فيها معرض، غير ما جيناش واجدين ليه ما كناش عارفين، ومعايا الدراري وهذا، ف ما قدرش، ما يكفينيش الوقت، خاصها وقت وهذا. كذلك سميتو كذلك اماكن اخرى، راه كاين اماكن كثيره بزاف ما يتشاف. الفيديو ديال اليوم الاصدقاء غنوقفو دابا، اللي الى فرصه اخرى ان شاء الله. كاين بزاف ما يتشاف، وشنو هو خاصو الوقت، خاصو الوقت بزاف. كل مره فين مابقاش ما مشيت لشي بلاصه وهذا غنحاول نصور نعطيكم معلومات عليه، وان شاء الله نكون فدناكم. دمتم في امان الله.